بكم في نشرة السادسة ونبدأها بالعناوين. مقتل مظلي فرنسي وإصابة ثلاثة من وحدته وعسكريين عراقيين. إنزال جوي على مضافات داعش يصطدم بكمين إرهابي شرقي صلاح الدين. بغداد وأنقرة تعززان الشراكة الاقتصادية. وزير التجارة التركي يزور العراق ويبحث مع كبار المسؤولين زيادة الصادرات ودعم طريق التنمية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قتل جندي فرنسي من القوات الخاصة وأصيب أفراد من وحدته أمس خلال عملية لمكافحة الإرهاب في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الرئاسة الفرنسية قولها إن القتيل هو السرجنت المظلي نيكولا مازيه. في الأثناء أخبر مصدر أمني مراسل يو تي في بأن القتيل واحد من أربعة عسكريين فرنسيين أصيبوا إلى جانب ستة أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب بنيران داعش خلال عملية إنزال جوي استهدفت أربع مضافات للتنظيم الإرهابي في منطقة العيث شرقي صلاح الدين. وكانت خلية الإعلام الأمني أفادت بأن طائرات F-16 التابعة لقيادة القوة الجوية استهدفت وكرا للعناصر الإرهابية في منطقة العيث ولم تذكر تفاصيل أخرى. وكان جنديان فرنسيان آخران قتلا في العراق خلال الأيام العشرة الماضية بحادث سير وتمرين عمليتي منفصلتين. استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزير التجارة التركي عمر بولات بحضور نظيره العراقي أثير الغريري لبحث تعزيز العلاقات والتعاون في مجالات عدة وخصوصا ملف المياه. وخلال اجتماع في قصر بغداد أكد رشيد ضرورة تعزيز مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والبيئية المشتركة، فضلا عن أهمية عمل الشركات التركية في عديد من القطاعات والتعاون في المجالات الصناعية وتأهيل المصانع العراقية وتقوية التجارة بين البلدين. من جانبه قال الوزير بولات إن بلاده حريصة على توطيد أواصر العلاقات الثنائية مع العراق والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار. استقبل رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وزير التجارة التركي عمر بولات وبحث معه سبل توسعة الشراكة الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات بين بغداد وأنقرة. وخلال لقاء جمع الطرفين ثمن السوداني التفاعل التركي الجاد مع مشروع طريق التنمية، مبينا أن السياسة التي تتبعها بغداد تصب في تمتين العلاقات الاقتصادية. من جانبه قال الوزير التركي إن حكومة بلاده جادة في دعم مشروع طريق التنمية وتعده مسارا مهما للتجارة العالمية، فضلا عن أهميته للتجارة بين العراق وتركيا. وكان كلنا من وزير التجارة أثير الغريري ووزير التخطيط محمد تميم قد استقبل وزير التجارة التركي عمر بولاتا والوفد المرافق له على انفراد. وقال مراسل يو تي في في بغداد أن الغريري بحث مع بولات تعزيز العلاقات التجارية بين العراق وأنقرة داعيا إياه ورجال الأعمال الأتراك إلى توسيع الاستثمارات التركية في العراق. وفي بيان منفصل ذكرت وزارة التخطيط أن الوزير محمد تميم استقبل بولات وبحث معه مجمل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات بين البلدين فضلا عن المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. زيارة وزير التجارة التركي لبغداد تأتي لتعزيز الشراكة التجارية وسعي العراق للاستفادة من التجربة التركية في مجالات الصناعة والاستثمار وفتح آفاق أكبر لعلاقة أوسع. بخطى ثابتة يسير العراق مع جارته تركيا نحو توطيد العلاقات الثنائية والعمل على تطوير المصالح المشتركة. السلام عليكم. عمر بولات وزير التجارة التركي مع عدد من رجال الأعمال الأتراك في ضيافة نظيره العراقي أثير الغريري ببغداد، زيارة تهدف إلى رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين. تعاون مشترك وسعي في برام عدة اتفاقيات لتذليل العقبات الموجودة بخصوص التبادل التجاري وأيضا المشاريع الاستثمارية.
الرغبة العراقية في نقل التجربة التركية في مجال الصناعة وافتتاح مشاريع تعزز وضع العراق اقتصاديا وخدميا بدت واضحة في اجتماع الجانبين، فضلا عن تطلع تركيا إلى الاستثمار في العراق باعتباره سوقا واعدة في مجالات عدة. بالتأكيد اليوم كانت زيارة معالي وزير التجارة التي أعقبت زيارة معالي وزير الخارجية طرحت العديد من القضايا المتعلقة بمجال التجارة، منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة للبلدين لكلا البلدين لتذليل كافة العقبات التي تعتري التجارة. بادله معالي وزير التجارة العراقي بإمكانية الاستثمار في العراق بشكل أوسع، بالإضافة إلى توسيع الاستثمار في مجال القطاع الصناعي وأيضا في مجال قطاع الخدمات، حيث أن السوق العراقية بحاجة ومتعطشة إلى هكذا نوع من الاستثمارات. حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ العام الماضي أكثر من 15 مليار دولار، وما يجمع عليه الطرفان إن إمكانية زيادة هذا التبادل متاحة بحسب حاجة السوق العراقية من بضاعة تركية واحتياج تركيا إلى نفط العراق. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي 6 و7 من أيلول بمناسبة إحياء مراسم زيارة الأربعينية. قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي أواخر الأسبوع المقبل بمناسبة إحياء مراسم زيارة الأربعينية، وذكر بيان رسمي أن الدوام سيعطل يومي الأربعاء والخميس الموافقين ل6 و7 من أيلول، فيما حدد يوم الأحد المقبل موعدا لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء. اطلع رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله ووفد عسكري على خطة تأمين زيارة الأربعينية. بيان لوزارة الدفاع ذكر أن يار الله وصل إلى كربلاء رفقة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، مضيفا أن الزيارة جاءت للوقوف على التحضيرات قبل زيارة الأربعينية. وأعلنت وزارة الموارد المائية زيادة الإطلاقات إلى كربلاء تزامنا مع زيارة الأربعينية. مدير الموارد المائية في كربلاء عبد الأمير الخرسانة ذكر في بيان أن زيادة الإطلاقات وصلت إلى 44 مترا مكعبا بالثانية مع تشغيل محطات الضخ لضمان استمرار عمل محطات الإسالة بكامل طاقتها خلال الزيارة. تعد بابل محطة مهمة في طريق المشاية إلى كربلاء، حيث تستضيف زوار الأربعينية من 6 محافظات، فضلا عن الأجانب بأكثر من 1200 موكب حسيني و50 فريقا تطوعيا ومئات من عمال الخدمة والتنظيف. المسير إلى كربلاء مختلف هذا العام نوعا ما، فبعد الظهيرة يقل العدد، إذ يفضل كثير منهم السير ليلاً لارتفاع درجات الحرارة، فيما يواصل آخرون السير نهاراً لتوافر الخدمة على طول الطريق. الزائرون من 6 محافظات فضلاً عن زوار أجانب يمرون جميعهم عبر بابل، يقف على خدمتهم أكثر من 1200 موكب نصبت على طريق السائرين إلى كربلاء. أما مؤسسات الدولة فتستنفر 10 أيام لتقديم الخدمات البلدية لطريق السائرين، أبرزها تشغيل أكثر من 200 عامل لإسناد أفواج بلدية الحلة وعمال نظافتها. تقريبا 60 آلية راح يتم توزيعها بشكل منظم بطريق الزائرين بوجبات عمل صباحية ومسائية. تعرف حضرتك السنة الجو ساخن، وبالتالي صار تغيير وتحوير بالخطة من أجل يتناسب مع الأجواء الحالية، لأنه الزائرين في منهم من يسير ليلا بسبب الأجواء الساخنة. تم تهيئة أيضا عدد كبير من الحاويات، 200 عامل تم تعيينهم بالآونة الأخيرة حتى يباشرون العمل بطريق الزائرين لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى عمال مديرية بلدية الحلة. أمنيا الوضع مستقر تماما، والجهد الاستخباري هو الأساس في تنفيذ خطة تأمين الزيارة هذا العام، إذ تختلف عن الأعوام السابقة بعدم قطع طريق السائرين والسماح بانسيابية سير العجلات. خطة أمنية مرنة، هاي الخطة من خلالها ماكو أي قطع للطرق،
أيضا أكو خطة على غرارها، خطة مرورية وعدت من قبل مديرية مرور محافظة بابل. هذه الخطة اللي غارت منها هي انسيابية دخول العجلات اللي قادمة من المحافظات المجاورة، وكذلك خط سير الزائرين طريق يا حسين. صراحة هذه الخطة تم التأكيد عليها خاصة من جانب المعلوماتي والاستخباراتي بالاعتماد على هذا الموضوع، حتى لا يكون هنالك قطوعات كثيرة تعيق حركة المواطنين سواء كان زائرين أو الموظفين وما شابه. وينتشر أكثر من 50 فريقا شعبيا متطوعا لمنظمات مجتمع مدني تقدم خدمات الإطعام والتنظيف في طريق السائرين إلى كربلاء لدعم الأجهزة الخدمية في ظل زخم أعداد الزائرين هذا العام. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، يو تي في. يستمر تدفق زوار الأربعينية إلى كربلاء عبر المطارات والمنافذ البرية، وبينها منفذ المنذرية في ديالى، حيث يتوقع المسؤولون تخطي أعداد الوافدين عبر المنفذ حاجز المليون بزيادة نحو 20% من السنوات الماضية. ساعة بعد أخرى يزداد تدفق الزائرين الأجانب صوب العراق عبر منفذ المنذرية في ديالى. تبلغ أعداد من يدخلون من هنا يوميا أكثر من 50,000 زائر وسط استنفار أمني وخدمي طوال الوقت. لدينا إحصائيات بدخول أكثر من 50,000 زائر إيراني بواقع ساعة، كل ساعة 2,000 زائر إيراني. حقيقة الإجراءات والدعم اللوجستي مستمر بالنسبة لقطعاتنا، أيضا المواكب الخدمية مستمرة بعملها. أكثر من 400 موكب خدمي بدأت بالانتشار على الطرق لتلبية احتياجات الزائرين، فيما تقول الجهات الأمنية إن خطة تفويجهم لن تؤثر على حركة المواطنين والشاحنات التجارية داخل المدن، وخاصة الطريق الاستراتيجي بغداد كركوك الذي سيغلق جزئيا. الخطة المرسومة اللي عدتها قيادة شرطة ديالى بتحديد سير المركبات الحوضية ومركبات اللي تحمل الأرزاق والوقود وكافة الأمور اللي يحتاجها المواطن، لدينا طريق خاص اللي يربط بين تقاطع الجوبة باتجاه طريق بغداد القديم وطريق سالك، والحمد لله الأمور طبيعية إن شاء الله، ماكو أي زخم. ودخلت الأجهزة الأمنية في ديالى حالة الإنذار القصوى لتطبيق خطة الزيارة، إذ تنفذ بمشاركة أكثر من 20,000 عنصر أمني من مختلف التشكيلات. من المتوقع أن يصل عدد الزائرين الوافدين عبر ديالى هذا العام إلى أكثر من 1,000,000 زائر من جنسيات مختلفة، عدد فاق ما سجلته السنوات السابقة ب20%. علي العنبقي، يو تي في، ديالى. وافقت الحكومة على صرف مبلغ 100 مليار دينار لآلاف من أسر الشهداء بدلا من الوحدات السكنية المخصصة لهم. وفي تصريح للصحيفة الرسمية قال رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي إن المبلغ سيوزع دفعة أولى بين 10,000 أسرة شهيد، مشيرا إلى أن المبلغ لا يغطي جميع الأسر البالغ عددها نحو 400,000 أسرة. ولفت النائل إلى أن الأولوية للأسر التي تضم أكثر من شهيد ومن لديها أشخاص يعانون أمراضا مزمنة، فضلا عن كبار السن وساكني العشوائيات. يو تي في، كانت هذه جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.